استعدادا للمباراة المهمة والمرتقبة أمام فريق الترجي التونسي في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا. لكن خليني في البداية سريعا أبتدي مع معالي سفير مصر لدى دولة تونس سيادة السفير نبيل الحبشي، طبعا نتكلم معاه عن التنسيق لبعثة النادي الأهلي خلال تواجده هنا في تونس. برحب بك في البداية سيادة السفير. أهلا بك، أهلا وسهلا، منورين تونس، وإن شاء الله متفائل إن شاء الله، وزي ما قلت التملي أنا متفائل بالستاد رادس. أنا عندي يعني النهارده كنت في اذاعه شباب والرياضه وكنت بقول انه انا حلمت امبارح ان احنا كسبنا 2-0، فان شاء الله يا رب. كابتن كريم حسن شحاته قال لي نكلمك بعد الماتش ان شاء الله ونحتفل ان شاء الله كلنا يا رب. في البدايه عايزين نتكلم على التنسيق لاستضافه بعثه النادي الاهلي هنا في تونس استعدادا لهذه المباراه، وازاي تم التنسيق في البدايه ما بين النادي الاهلي وما بين السفاره هنا في تونس. احنا طبعا من البدايه تواصلت مع كابتن سيد عبد الحفيظ ومع كابتن سمير عدلي ونسقنا بحيث انه الامور تتم بيسر وسهوله، وده الحقيقه اللي حصل. انت عارف طبعا ان هم جم قبل الفريق ما يوصل قبلها بيومين، وظبطنا الامور مع الجانب التونسي بحيث انه يبقى يتم الاستقبال في المطار بطريقه سلسه، وده اللي حصل بالفعل. احنا يعني الجانب التونسي كان متعاون جدا معانا، خصص لنا 2 كاونتر في المطار، دخلوا اللعيبه على طول والطاقم الفني معاهم. الاستقبال يعني الشنط والكلام والجوازات والكلام ده كله عدى بطريقه سلسه. انا شايف الحقيقه روح الفريق كويسه وانا متفائل زي ما قلت لحضرتك. حاجه بس احنا لو حضرتك خدت بالك احنا الدنيا سقعت سنه، واخد بالك، وما اتوقع انه في الايام القادمه بكره وبعده تسقع اكتر. انا كنت بشوف الارصاد وقالوا انه درجه الحراره يوم الماتش ان شاء الله في ساعه الماتش هتبقى حوالي 20 درجه، فده برده فيها حته سقعه يعني، فلازم برده اللعيبه ياخدوا بالهم من الحكايه دي. بس انا شايف الحمد لله انه في تركيز وفي نيه وعزيمه ومتفائل جدا ان شاء الله. تواجدك النهارده لمؤازره فريق النادي الاهلي اكيد شيء مهم وحافز بالنسبه لهم ان شاء الله قبل المباراه دي. طبيعي جدا، زي ما اقول لحضرتك النادي الاهلي هو سفير الكره المصريه في الخارج، واحنا بنعتز بانجازات الاهلي ودائما ورا الفرق الوطنيه بتاعتنا، سواء يعني اهلي زمالك، انما انا شايف انه ده مفيد للرياضه المصريه. وطبعا اتمنى الفوز للنادي الاهلي، وعاوز برضو ان انا اقول للعيبه لو انا هكلمهم بعد لما يخلصوا التمرين ضروره التركيز. وطبعا كابتن حسام النهارده الصبح كان بيقول لي لما وصل قال لي انه الولاد الحمد لله يعني نسيوا المباراه بتاعت القاهره وقصدي بتاعت برج العرب، وبالتالي مباراه جديده وصفحه جديده ونامل خير ان شاء الله. شكرا استاذ. شكرا، ميرسي، كتر خيرك. ده كان لقائنا مع سياده السفير طبعا نبيل الحبشي.